هذا حنشوفكم المكان اللي كنا من عنده نصور ونبث. هذا هو مكان تمركزهم. عندي فيديو على تليفوني على هاي الصبات واقف يرمي ويرقص وقتل شخص ويرقص، يعني ما اعرف مأساة كبيرة، يعني ما اعرف. الأخوة فاتوا للجراج يدورون بالجراج على أي آثار أي بقايا. شوف الاطلاقات على مصرف حكومي، بناية حكومية، هاي هذه بناية حكومية أيضا نستهدف فيها بطاقات نارية. ممتاز، هذا موكب تم تخريبه. ليلة مأساوية، راح أراويكم مكان يعني سقط فيه مو أقل من 3 شهور. هذا المكان اللي كنا نبث منه، كنا نصور منه هاي الإطلاقات. من هنا كنا نصور هذا الفرع والفروع الثانية. اكو محل هنا بالليل هو ينضرب، أنا جاي يعني هذا هذا المحل قطع عشان ضررة، هذا الثاني تبي اللي باه مو رصاصات يا ولدي، مستحيل. هذا رص ما يملك الناس، يعني أرواح الناس يسعد هاي الجهات اللي مجهولة، اللي هي مو مجهولة بس نفرض انها مجهولة. شوف هاي الاطلاقة، هاي الاطلاقة الثانية. هذا المحل انضرب، انضرب يعني اكثر من 12 طلقة. هذا انا شفت موجود وانضرب، انا شفت منه اصور من هاي الصبات. كان هاي اخر نقطة ممكن نوصلها، بعد ما كان حد قدامنا. هذا المحل يعني بس بشوف القطعة، هاي 4 طلقات، هاي طلقة، هاي 3، هاي 3، هاي 3، هاي 2، هاي طلقة، هاي الباب بحدود 20 طلقة مضروب. هاي هاي هنا انضربنا، هذه بعد ضربة هناك، هذه كولد 2 انجرحوا بيها، هاي الثانية. هاي كلها أدلة على استخدام الرصاص الحي. لا لا جيش وجسمه المتظاهرين. هذا المكان استشهدوا به وايد شباب. احنا احصائية حاليا الشهداء ما يعني ما عندنا معلومات عنها. لحد الان ماكو ارقام رسمية. بس اولية يقال انه تجاوزوا 15 شهيد. اكثر من 50 جريح. حاليا راح اراويكم هذا المكان ماكو يعني دم غطيناه. عسى ولعل انه يكون اثاره باقية ما انمحت. هذا الدم، هذا ناس شهيد، أنا واقف هذا المستشهد، أدلة ما حد يقدر يغيرها، ما حد يقدر ينكرها. من دا نصور المحلات، مو دا نصور المحلات، الروح أغلى من كل شيء، والنفس والإنسان أغلى من كل شيء، بس دا نشوفكم إن الموضوع تخريب، يعني بيه أكثر من جانب، اللي له اطلاع، اللي عنده معلومات، اللي متابع راح يعرف شنو نقصد. اللي ما عنده معلومه يعني لا، انا اعتذر يعني اسف، بس هذا الموضوع هم ركزوا عليه، بينما هم المتظاهرين بها ما موجود بهذا التخريب. شوف الرصاص، هذا كله رصاص،
هنا شهيدين او ثلاثه هنا. هذه بقعه الدم باقيه واكو بعد بقعتين يعني غطيناهم، بس الظاهر انه صار يعني الشارع من انفتح صار انه ممر على الطريق او ما انتبهوا له او تغيرت.